السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جينا لكم فيديو جديد. زمان زمان هالمره عارف سووا معي مشاكل عن جد. سووا معي مشاكل عن جد. وين الغيبه كلها علي؟ ما عارف غبنا كثيرا ولا انت اللي غبت؟ اخذ الشغل واخذ المكان تبعه وما عاد شفت. انا عندي سؤال بسالك. موضوع حلو راح احكي عليه اليوم ان شاء الله. في زمن كورونا هذه كيف انت تحصل شغل في الامارات؟ حكي لي ثلاث رقم. على فكره تعرف السؤال تبعه مهم لانه انا بهالزمن بالضبط لحصلت الشغل بهالزمن بالوقت. يعني قبل تقريبا قبل الاوضاع تبع كورونا عارف كنت مو شغال تقريبا قبل ما تبلش كورونا بالانتشار في العالم وفي دوله الامارات كمان. كنت مو شغال عم دور عشان عم دور لسه طالع بالشغل ولا حدا متوقع راح يجي المرض. فكيف عم احصل الشغل؟ كطريقه تحصل الشغل اكثر شيء هون الناس تقريبا اكثر شيء ضل شغال مع الهاتف في المواقع وتقديم اونلاين. انت عارف اونلاين اونلاين هي اكثر الناس اللي يدور شغل. حتى على فكره لو تروح على المكاتب انا لان اونلاين قلت مو معنا حدا برد. لما بروح على مكتب ولا فندق بدي ادفع سيفي تبعي اقول شو بيختار بيعطيني كارت يقول لي روح قدم اونلاين احنا ما بنقبل سيفيات. شوف يعني اكثر اللي يقدر تقدم السيفيات في لينكدين كثير ناس اللي حاطين على التقديم وبعدين على البيت دوت كوم. وفي كمان اظن دوبيزر ورابع شو يسمونه انديد دوت كوم. انديد انا اكثر موقع صراحه كنت شغال عليه اكثر موقع هذول اثنين انديد ولينكدين الثانيين ما اشتغلت عليهم. حتى يعني في كثير مواقع انت عارف خس وفي بعض القصص اللي نشوف الناس يعني جاي في الامارات بس يدور الشغل تقريبا 6 اشهر. عندنا صديقنا يعني من مصر كنا مع بعض ما حصل على شغل لانه الله المستعان يعني ندعو له الخير يعني فلازم ناس مستعده. اول شيء ديجري هو عنده ديجري ما شاء الله بس لازم انت عندك خبرات وبعدين انت تدور انت بالشغل يعني في لينكدين وفي دوبيزر واهم شيء متمع من الخير عارف ما تجي تركز على هذيك الشغل اللي انت بده يعني مجال تبعك لانه بعض المرات ما تحصله. مثل هو تقريبا تخرج هندسه اجى بيدور من هندسه لا مستحيل يعني خلاص لازم عندي خبره اول شيء. ونرجع على القصه تبعي مثل ما خبرتكم انا قبل ما يبلش الاوضاع تبع كورونا ما في شغل عم اقول لكم يعني قصه الحمد لله ما بعرف لك اول ما بلشت الشغل تقريبا اسبوع سكر كل شيء سكر الشغل وتسكر كل شيء. اول تخرب لي خبرتكم اول ما بلشت الشغل باسبوع سكرت الاوضاع كله تسكر الحمد لله الحمد لله بنشكر الله ونحمده ان الله رزقنا معلم حلو بنشكره ولا شلنا لا راتب ولا شيء بنشكره هالمكان الحمد لله الله يخليه يا رب يحفظ اولاد والحمد لله الله يرزق اي واحد بالنسبه وانت عارف القصه تبعك كيف حصلت على شغل مع الاوضاع والاشياء وكيف اجاك شغل مع الاوضاع؟ اول مره يعني من زمان ما انا اشوف هذه أول مرة كنت في الإمارات في 2017 فهذاك الوقت كيف أنا يعني حصلت شغل تواصلت مع بطريقتين التليفون مع راعي البزنس اللي في الإمارات وبعدين أنا قصة تبقى عارف إنه إحنا حنخلي الشغل اللي تبقى عليه تبقى سكرت يعني هاي حاجة خاصة بس بالنسبة للشغل تبقى عارف هو زمان كنا جبت القصة حكي لك عارف انه ما اجى مثلي انا اجيت عن طريق زياره ودورت على شغل هون انا جيت من اندونيسيا يعني عارف على طول جيت من اندونيسيا وعلى طول عندي شغل كان يباهي الشغل معي يعني جاي باشر الشغل يعني ما يحتاج يجي يدور على شغل يعني اصلا عارف الحمد لله كان شغال باندونيسيا بس كيف تعرف انا عارف حكيت معك وانت صديقي يعني عارف لما شافوا صاحب المحل لانه صاحب المحل راح لاندونيسيا وشاف عارف وتعرف عليه وجلس معه حبه لما اجى على البلد قال له عارف انا بحكي معك تعال عندي بدي تشتغل معي وتكون انت ايدي اليمنى والحمد لله مشي الامر بعد تفكير طويل عارف وخبرني قصه كمان لقى حاله بالاخير بالامارات والحمد لله الحين ماشي الحال وثلاث سنوات وكله تمام بس ان شاء الله تستفيد ان شاء الله واهم شيء اهم شيء تدور شغل في الاونلاين في لينكدين دوبيز والهاتف ركوك يعني حتى لو بلدك وانت مو بالامارات حاول تدفع حتى بلدك والله المستعان الله ييسر الجميع يعني يلا السلام عليكم.